الإمارات المتقنية شهر ديسمبر. من المشكلات التي تواجهها الأسرة تعاونك مع الأب، احترام أفراد الأسرة، السكن بعيد عن المدرسة، مساعدة الأخي، السكن بعيد عن المدرسة. من المهن الصحية الممرضة ولا عامل الاستقبال ولا عامل السباكة ولا الشرطة عامل الاستقبال. عند صدور صرير من الأبواب، عند غلقها وفتحها، يتم استخدام إيه؟ المفكات ولا المنشار ولا مدة التشحيم ولا الألوان؟ مدة التشحيم. من أدوات عمال الدهانات، سكينة المعجون ولا المنشار ولا الترمومتر ولا المفكات؟ سكينة المعجون. من النباتات التي تتحمل ضوء الشمس الشديد، الصبار ولا الفل ولا الياسمين ولا النعناع؟ الصبار. يمكنك عزيزي التلميذ إنشاء حساب على بنك المعرفة بواسطة الكتاب المدرسي ولا الكمبيوتر ولا المكتبة ولا المؤسسات الحكومية؟ الكمبيوتر. صفحة حقوق التأليف، جزء من أجزاء مسلسل تلفزيوني ولا كتاب ولا الحوار الإذاعي ولا مجلة الحائط؟ الكتاب. صفحة حقوق التأليف. الأماكن التي يمكن رجوع لها الحصول على الكتب والمعلومات، المكتبات العامة ولا الحدائق العامة ولا النوادي الرياضية ولا الفنادق؟ المكتبات العامة. طيب، تتغير أدوار ومسؤوليات أفراد الأسرة حسب الظروف المادية ولا الظروف الصحية ولا الشكل ولا التعليم؟ الظروف الصحية. رجعت المدرسة فوجدت جدي يقرأ الصحيفة ويذكر لي خبرا مهما عن إيه؟ أصدقاء ولا أسرة نووية ولا زملاء في العمل؟ أسرة ممتازة. المسطرين من الأدوات التي يستخدمها إيه؟ المسطرين من الأدوات اللي يستخدمها عمال الدهانات ولا عمال الكهرباء ولا عمال البناء ولا عمال السباكة؟ عمال البناء. المسطرين. دكتور هاني عازر حصل على وسام الصناعة ولا الشرف ولا خليط النيل ولا جائزة نوبل؟ على وسام الشرف. من المهن الصناعية المزارعون ولا الطباخ ولا السباكون ولا الفنانون؟ السباكون. السباكون. من مهام وظيفة أمناء المكتبات، زراعة المحاصيل ولا رسم اللوحات ولا تصنيف الكتب ولا بناء الكباري؟ تصنيف الكتب. من المهن الصناعية المزارعون ولا الطباخ ولا السباكون ولا الفنانون؟ السباكون. يقوم إيه بزراعة المحاصيل الزراعية؟ المحاسب ولا المزارع ولا السباك ولا الرسام؟ المزارع. طيب، يقوم إيه باهتمام بصحتك والحصول على الدنجار ولا الفلاح والمهندس ولا الطبيب؟ الطبيب. طب، العمل على ايه السائحين ضروري في التعامل معهم؟ مع راحة ولا ازعاج ولا التنمر ولا اهمال؟ العمل على راحة السائحين ضروري في التعامل معهم. يتكاثر نبات البوتس بالبذرة ولا العقلة ولا الترقيد ولا الري؟ بالعقلة. البوتس. يحتاج نبات الاوليفيريا الى ليتم زراعته بالمنزل، ظلام ولا اضاءة شديدة ولا ماء كتير ولا اضاءة ضعيفة؟ لا، محتاج المية كتير، إضاءة شديدة، محتاج إضاءة شديدة عشان الأوليفيريا عشان يشتغل يعيش. طيب، يعتبر نبات الياسمين مش النباتات المتسلقة؟ صح. الفنانة بتكون في المجالات الفنية المختلفة مثل رسم اللوحات والنحت والصور الفضائية؟ صح. السكن والعيش في مكان بعيد عن المدرسة يمثل مشكلة للأسرة؟ لا، يمثل مشكلة كبيرة للأسرة. إيجاد حل لأي مشكلة يتطلب خطوات منظمة؟ لا، لازم يبقى في خطوات منظمة. أمناء المكتبات يصنفون وينظمون الكتب في المكتبة؟ صح. المزارعون لا يمتلكون مهارات حل المشكلات؟ لا، خطأ طبعا، لازم يكونوا عندهم مهارات حل المشكلات. المزارعون يزرعون المحاصيل الزراعية المختلفة؟ صح. مهنة المرشد السياسي من المهن غير المهمة والتي يمكن الاستغناء عنها في مجال السياحة؟ لا طبعا، دي أهم مهن على الإطلاق. طيب، السباكون يمتلكون مهارات حل المشكلات؟ نعم، يساهم قطاع السياحة في توفير كثير من فرص العمل. صح. مهمة عمال البناء من المهم مهن غير المهمة في المجتمع؟ خطأ. البوتس من نباتات الزينة الورقية المزهرة؟ خطأ. لا أقوم بتبادل الكتب الإلكترونية كانت أو رقمية مع زملائي؟ خطأ. يقوم أمناء المكتبة بتأليف الكتب؟ لا طبعا. الفنانون يمتلكون مهارات التواصل وحل المشكلات؟ خطأ. يتكون الكتاب من الغلاف الخارجي والداخلي والمحتوى فقط؟ خطأ. يتم تصنيف الكتاب في المكتبات بنظام ديوان عشر، ديوا العشري؟ صح. تصنيف الكتاب في المكتبات. حينما تقع في خطأ فإنك تقول من فضلك خطأ، لا تعتذر. إطار في المسرحية والمكان والزمان اللذان تحدث فيهما؟ أقصى الإطار، المكان والزمان اللي تحدث فيه. صحيح. من أمثلة النباتات المناسبة للزراعة داخل المنزل البوتس والياسمين. يتم تصنيف الكتب في مكتبات بنظام ديوي العشري. يوفر بنك المعرفة المصري الكتب الإلكترونية المصنعة في مختلف المجالات عبر الإنترنت. يمثل الكتاب أحد أهم مصادر الحصول على المعرفة والمعلومات. من بنود اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر سنة 1997، على الحق في التعليم، الحصول على التغذية، الرعاية الصحية، حماية الأطفال من العنف. تسمى أسرتي الصغيرة التي تتكون من الأب والأم والأخت بنووية، أسرة نووية يعني صغيرة. من عبارة تظهر احترامك للأسرة عندما يصدر منك تصرف أو سلوك خطأ. أنا آسف. توفر الأسرة للأبناء الاحتياجات الأساسية من المأكل والملبس والمسكن. دكتور هاني عازر حصل الدكتور هاني عازر على وسام الشرف من ألمانيا وأهداه إلى مصر لعلاج مشكلة تشوه الخضروات، نستخدم معجون الشقوق. طيب، مخص العقلة. نوصل بقى. مخص العقلة أو الجاروف
من الأدوات المستخدمة في الزراعة في المنزل. من الأدوات المستخدمة في الزراعة في المنزل. طيب، من أدوات عامل الكهرباء هي إيه؟ جهاز قياس تيار الكهرباء، الأفوميتر يعني. العلاج الغلاف الخارجي، الغلاف الخارجي ده من الأدوات المستخدمة في الزراعة. الغلاف الخارجي ده عبارة عن، يحتوي على عنوان الكتاب، أي غلاف خارجي للكتاب يحتوي على عنوانه. الشجيرات، الشجيرات دي شجرة لا يزيد ارتفاعها عن 3 متر. الشجيرة تصغير لشجرة،